مساكم سلام مشاهدينا من كل مكان. موضوع حلقتنا اليوم شيق جدا، وهو أحد أكبر المشاعر الإنسانية الغريبة. كل ما قرأت عنه زاد تعجبي من هذا الشعور، والغريب أن هذا الشعور إذا زاد سبب لنا نوع من الخلل، وإذا أقل أثر في تفاعلنا مع الحياة. محتوى حلقتنا لليوم عن ما هو القلق، أعراضه، الأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات وتأثيرها على حياتنا اليومية. من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالقلق أو بالتوتر من وقت إلى آخر. إذا كان الإحساس بالقلق يتكرر في أوقات متقاربة دون أي سبب حقيقي إلى درجة أنه يعيق مجرى الحياة اليومي الطبيعي، فمن المرجح أن هذا الإنسان يعاني من اضطراب القلق. هذا ما قاله علماء النفس. لكن قبل ما نأخذ تفاصيل أكثر عن شعور القلق، أعطيكم لمحة عن أنواع القلق. علماء النفس صنفوا أشكال عديدة للقلق، وهي القلق الطبيعي مثل قلق الاختبارات الدراسية، وينتهي عند انتهاء الموضوع المسبب للقلق. الجميل في شعور القلق أنه سبب في تفاعلنا مع الحياة. يعني مثلا تخيلوا الحياة من غير قلق متوازن، يعني الطالب لا يدرس ولا يجتهد لأن ما في محفز لذلك، ولأن القلق المتزن نعمة من الله سبحانه، وهما يجعلنا نتفاعل مع الحياة، وهذا نموذج واحد للقلق المتوازن. النوع الثاني القلق غير المتوازن، أو ما يسميه العلماء بالقلق المرضي، وهو أحد أنواع القلق الذي يصبح مرضاً أو من الممكن أن يكون عائقاً للإنسان في التفاعل مع الحياة. وضعنا تساؤل للشارع عن موضوع حلقتنا. القلق طبعاً تشعر به عندما تقدم على أمر أنت مش متوقع نتائجه، أو متوقع نتائجه يعني توقع سلبي، فأنت تكون خايف وقلقان من نتائج هذا الشيء اللي قدمت عليه. هذا وقت الامتحان، وقت الشغل صراحة، بما أني صاحب عمل فطول اليوم من بدايته لنهايته أكون متوتر وقلقان لأن آخر اليوم. لما ندخل اختبار يعني يكون مثلا يعني مثلا مدرس عينه علي يقول دي تغش أو شيء كده، ونحاول نبذل جهدي إنه بجهدي يعني ما نغش، فأنا نشعر بالقلق وننسى الاختبار. عندما تفقد أحد الأشياء الأساسية، لما تحتار مثلا بين حاجتين شيء زي كذا وتكون خايف تختار الاختيار الغلط ما يجمع. وأنتم مشاهدينا، متى يجيكم الإحساس بالقلق؟ كل شخص عنده تجربته الخاصة مع القلق، يولد نتيجة تلك التجارب، وسبحان الله الذي جعل شعور القلق أحد الأسباب في الحفاظ على سلامة الإنسان. طبعا بتفهموني أكثر بالذي أقصر من خلال تعريف مفهوم القلق. عرف علماء النفس القلق بأنه حالة شعورية من عدم الشعور بالارتياح نتيجة حدث حصل أو سيحصل، فيستجيب الجسم لحماية نفسه. نفهم من التعريف السابق أن القلق يعمل على حماية الإنسان القليل منه، لكن إذا زاد أصبح مرض أو عائق أمام حياة الناس. أكد الباحثون أن هناك مواد كيميائية طبيعية في الدماغ مسؤولة عن حدوث شعور القلق. كما أكد باحثون أن هناك مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، هي التي تعمل على توليد شعور القلق خصوصاً عند إفرازها في الدماغ. من أثار القلق على حياة الإنسان الأكثر انتشاراً بين الناس ألم في الرأس والعصبية، الشعور بغصة في الحلق، صعوبة في التركيز، شعور تعب في الجسم، الارتباك ووجع في البطن، الأرق وصعوبة الخلود إلى النوم أو مشاكل في النوم، كثرة التعرق وصعوبة في النفس. هناك سؤال كنت أحاول أبحث له عن إجابة نموذجية خصوصاً في موضوع مثل هذا، يعني هل القلق هو التوتر أو أن هناك فرق بين القلق والتوتر؟ كان لابد أن أطرح هذا السؤال على الشارع. نعم يوجد الفرق واضح وجوهري، والفرق هو في نقطة معينة، وهي أن التوتر ربما يبقى لساعات أو وقت قصير، لكن القلق ربما تعيش حياتك كلها قلق، فالتوتر يكون في مواقف، أما القلق ربما الواحد يعيش حياته قلق ويعيش حياتك كلها في خوف وفي قلق وفي وهم. أكيد نعم. بالنسبة لي لا يوجد. نعم نعم يوجد. نعم يوجد فرق طبعا. نعم.
الإجابة عن السؤال أن التوتر النفسي أي كثرة تراكمات التوتر النفسي نتيجة لحالات ضغوط الحياة وطلبات الحياة وعدم القدرة على توفير حاجيات مهمة للشخص يولد لديه شعور بالقلق الحاد. على سبيل المثال، المرض الذي يستدعي التغيب عن العمل مما يسبب خسارة في الأجر والمدخول بشأنه أن يسبب توتراً نفسياً وبالتالي شعور قلق. نفهم أكثر أن التوتر يسبب القلق وأن مفهوم التوتر ومفهوم القلق هو نفسه التوتر، لكن الاختلاف في الأجزاء التي يولدها كلا الشعورين في الإنسان. يحكى أن رجلاً كثرت عليه مشاكل الحياة وأصبح التوتر والقلق صفة لصيقة به، لم يجد حلاً لما هو فيه، فقرر أن يذهب إلى أحد الحكماء لعله يدله على سبيل للخروج من الهم الذي هو فيه. حين التقى مع الحكيم وبعد بوح ما في صدره من قلق الحياة، قال الحكيم: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. فقال الرجل: اسأل. قال الحكيم: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل ومشاعر القلق؟ قال الرجل: لا. قال الحكيم: عندما تغادر الدنيا هل ستأخذ المشاكل معك؟ قال الرجل: بالطبع لا. قال الحكيم: إذا كنت لم تأتي بها ولم تذهب معك، الأحسن ألا يأخذ هذا الشعور سلامك الداخلي في التعامل مع الحياة، وعش، لأنك إذا كنت فكرت بالهموم وأقلقت نفسك لن تغير شيء. أحد الأفكار التي أنصحكم بها من خلال برنامج سلام فكرة الاستغناء أو قرار الاستغناء. استغني عن كل ما يؤذي روحك وقلبك ونفسك وصحتك وعش بسلام، فمدرسة الحياة لديها العديد من الحصة المظلمة. أفكار صغيرة لحياة كبيرة. دمتم بسلام.